أعزائي طلبة وطالبات الصف الأول الإعدادي، النهاردة إن شاء الله هنستأنف أحداث قصة عقبة بن نافع للفصل الدراسي الثاني. سوف نتحدث اليوم عن أحداث الفصل الثالث عشر وهو بعنوان معركة المصير، ولكن قبل أن نتحدث في أحداث هذا الفصل نود أن نعرف أن سيدنا عقبة بن نافع جهز جيشه للتوجه إلى مدينة الذئب الإفريقية، ولكن قبل أن يذهب إليها جلس مع أولادهم يحثهم على الجهاد في سبيل الله، ثم جلس مع جنوده يطلب منهم أن يرفعوا راية الإسلام وينشروه في جميع أنحاء البلاد الإفريقية. القصة عقبة بن نافع، الفصل الثالث عشر، معركة المصير. إن الذئب على بعد أميال من جيش عقبة، وإن سكان أدنة عاصمة الذئب قد علموا بزحف عقبة، فقرروا أن يدافعوا عن مدينتهم إلى آخر جندي منهم. احتشدوا خارج أدنة في مكان اسمه وادي سهر، وكانوا يعدون بعشرات الآلاف، وقد قسموا كتائب يقود كلا منها ضابط من خيرة الضباط في الروم والبربر. إنهم يعلمون خطورة هذه المعركة، إما أن يثأروا من المسلمين ويقضوا عليهم، وإما أن تضيع المنطقة من أيديهم إلى الأبد. كان تصورهم لهذه المعركة بالغا، مما جعلهم يحشدون كل رجالهم تقريبا، ويحشدون في نفس الوقت جيشا من النساء لتشجيع الرجال على منازلة المسلمين وشد عزائمهم في هذا الوقت الرهيب. وكان عقبة في الجانب الآخر يعلم أن هذه المعركة ستحدد مستقبل جهاد المسلمين في المنطقة، فألقى في المجاهدين كلمة تنبض بالإيمان والعقيدة وتتألق بالعزيمة والبأس. قال للجيش المتأهب للقاء الروم والبربر عند مدينة أدنة: لقد نصر الله المسلمين ببدر، وكانوا قلة في العدد والعتاد، وهزم المشركين رغم أنهم كانوا يفوقون المسلمين عددا وعدة، كما أن الله نصر المسلمين في معركة اليرموك، وكان جيش المسلمين ضئيلا إذا قورن بجيش الأعداء. فاصبروا وصابروا، ولا ترهبكم كثرة أعدائكم. إننا جئنا هذه الأرض ونحن لا نزيد على عشرات من الرجال، ثم خضنا عشرات المعارك أمام عدو يفوقنا أضعافاً مضاعفة، ومع هذا كتب الله لنا النصر وأنزل الهزيمة بالأعداء، وأصبحنا بحمد الله جيشاً يهز البلاط البيزنطي في القسطنطينية ويروع ما بقي من بطارقة الروم. هزت هذه الكلمات المشرقة مشاعر المسلمين، فجردوا أسلحتهم وانطلقوا وراء القائد الكبير صوب مدينة أدنة. كان الروم والبربر قد عسكروا على بعد أميال من المدينة منتظرين الجيش الإسلامي، وكلهم إصرار وتصميم على خوض معركة عنيفة. وبينما هم في معسكرهم إذا بهم يلمحون غبار الجيش الإسلامي يسد الأفق من بعيد، ويبصرون بريق الأسلحة يتوهج في الفضاء، فطاف بخلدهم ما جرى للروم والبربر على أيدي المسلمين، فتزعزعت ثقتهم في أنفسهم، وبدأت حماستهم تفتر شيئا فشيئا. وأدرك الضباط أن الجنود أصابهم الفزع والرعب، فراحوا يبثون فيهم الحمية ويشجعونهم على قتال المسلمين. تسلل فريق من الضباط الروم ناحية النساء وأمروهن أن ينادين في الجنود بالتحفز، وعلى الفور تعالت صيحات التشجيع من النساء: أن تقدموا يا جنودنا، يا رجالنا، يا حماتنا، دافعوا عن أرضكم، عن عرضكم، عن أموالكم، لا تكونوا لقمة سائغة للمسلمين. تقدموا يا جنودنا، يا رجالنا، يا حماتنا، دافعوا عن أرضكم، عن عرضكم، عن أموالكم.
لا تكون لقمة سائغة للمسلمين. التحم الجيشان في قتال دام مرير، وقد أظهر عقبة في هذه المعركة من البسالة والجرأة ما خلع قلوب أعدائه من الرعب، وأبدى المجاهدون المسلمون في هذا اليوم كل مهاراتهم الحربية وكل ما عرفوه من فنون القتال، حتى تقهقر الأعداء وفروا هاربين إلى مدينتهم، تشيعهم صرخات النساء ووراءهم خيل المسلمين وجند الله يرمونهم بالموت ويلحقون بهم الدمار. غنم عقبة وجيشه من هذه المعركة مغانم كثيرة، وأنهى مقاومة البيزنطيين تماماً، واطمأن قلبه إلى أن فتح البلاد الواقعة في طريقه حتى طنجة أصبح أمراً ميسوراً. طلب إلى جيشه أن يأخذ قسطاً من الراحة قبل أن يستأنف السير إلى طنجة، ولم تكن الراحة بالنسبة لعقبة إلا أداء الصلاة شكراً لله على ما منحه من نعمة النصر. وبعد أن رأينا فيديو لأحداث الفصل، تعالوا معاً نسرد ملخص أحداث هذا الفصل. هنجد أن سيدنا عقبة بن نافع اتجه إلى مدينة أدنى، ومدينة أدنى هي عاصمة الزاب، وبمجرد علم أهلها مجيء سيدنا عقبة بن نافع وجيشه قرروا الدفاع عن أنفسهم وخرجوا خارج مدينتهم واحتشدوا عند مكان يسمى وادي صهر، وكانوا يعدون بعشرات الآلاف. فكان أهل أدنى يعلمون خطورة هذه المعركة، فأمامهم حل من اثنين، فإما أن يصأروا من المسلمين ويهزموهم، وإما أن تضيع المنطقة كلها من أيديهم إذا انتصر عليهم الجيش الإسلامي. أما من الناحية الأخرى، فكان سيدنا عقبة بن نافع يعلم خطورة هذه المعركة وأنها ستحدد مستقبل جهاد المسلمين في هذه المنطقة. وعندما علم أهل أدنى جنود الجيش الإسلامي اهتزت ثقتهم بنفسهم عندما لمحوا غبار جيش المسلمين من بعيد يسد الأفق، مما يدل على السرعة الكبيرة التي يأتي بها الجيش الإسلامي إلى مدينة أدنى. ورأوا أهل أدنى من بعيد بريق أسلحة المسلمين يتوهج، فتذكروا ما حدث لمن قبلهم من القبائل البربرية التي قررت أن تهاجم الجيش الإسلامي، فخافوا. فقرر ضباط البربر والروم أن يثيروا الحمية في صدور جنودهم، لذلك أمر فريق منهم النساء بتحفيز الرجال على قتال المسلمين. وعندما التحم الجيشين، الجيش الإسلامي بقيادة عقبة بن نافع وجيش أهل أدنى من البربر والروم، كان الالتحام بينهما شديد، فأظهر عقبة ورجاله الشجاعة، وأظهر المسلمون مهارات حربية، حتى استطاعوا في النهاية الانتصار على أعدائهم. وعندما انتصر سيدنا عقبة بن نافع على أعدائه في مدينة أدنى عاصمة الزاب، طلب عقبة من جيشه أن يأخذ قسطا من الراحة حتى يسير بعد ذلك إلى مدينة طنجة. وكانت الراحة بالنسبة لسيدنا عقبة بن نافع هي الصلاة وشكر الله على هذا الانتصار. سوف نتحدث الآن على أهم الأسئلة الموجودة في الفصل الثالث عشر. أول سؤال عندنا بيقول إيه؟ ما المدينة التي اتجه إليها عقبة بعد ذلك؟ طبعا عرفنا اللي هي مدينة أدنى عاصمة الزاب. السؤال رقم 2، ما الذي قرره أهل المدينة عندما علموا بزحف جيش عقبة؟ قرروا أن يدافعوا عن مدينتهم حتى آخر جندي لهم. السؤال اللي بعده، لماذا كان تصور عقبة وسكان أدنى للمعركة التي ستقع بينهم بالغا؟ طبعا سكان أدنى إما أن ينتصروا وإما أن تضيع المنطقة كلها من أيديهم، يعني هم أمامهم حل من الاثنين، إما الانتصار أو أن تضيع المنطقة كلها من أيديهم.
أما سيدنا عقبة بن نافع كان يعلم أن هذه المعركة ستحدد مستقبل جهاد المسلمين في هذه المنطقة. تعالوا مع بعض نكمل أهم الأسئلة المتعلقة بأحداث هذا الفصل. السؤال رقم 4: كيف استعد أهل أدنى لقتال المسلمين؟ طبعا أول حاجة احتشدوا خارج أسوار المدينة في مكان يسمى وادي صهر، دي أول حاجة. تاني حاجة، كانوا يعدون بعشرات الآلاف وقسموا أنفسهم إلى كتائب أي مجموعات، وكل كتيبة يقودها ضابط من خير ضباط البربر أو الإيه أو الروم. رقم 3، أخذوا معهم جيشا من النساء لكي يشجعوا الرجال على الإيه على القتال. يبقى ديت أهم الإيه أهم طرق الاستعدادات التي قام بها أهل أدنى لقتال المسلمين. السؤال اللي بعده، كيف استعد المسلمون للمعركة؟ طبعا ألقى سيدنا عقبة بن نافع في المسلمين كلمة شجعتهم فيها على قتال أعداء الله، وذكرهم فيها بانتصارات المسلمين على الأعداء في بدر واليرموك التي كان فيها أعداد المسلمين أقل بكثير من أعداد الأعداء، وطلب منهم الصبر وعدم الخوف من كثرة هذه الأعداء. تعالوا مع بعض نكمل أهم الأسئلة المتعلقة بأحداث هذا الفصل. السؤال رقم 6، ما المعركتان اللتان تحدث عنهما عقبة إلى جنوده، ولماذا خصهما بالذكر؟ طبعا المعركتان التي تحدث عنهما عقبة معركة بدر ومعركة اليرموك. ولماذا خصهما بالذكر؟ لأن عدد المسلمين كان أقل من عدد جيش الأعداء، ومع ذلك استطاع المسلمون في النهاية أن ينتصروا على أعدائهم. السؤال رقم 7، ومع هذا كتب الله لنا النصر وأنزل الهزيمة بالأعداء، وأصبحنا بحمد الله جيشا يهز البلاط البيزنطي ويروع ما بقى من بطارقة الروم. دي جملة عليها سؤال بيقول: من قائل العبارة وما أثرها في المخاطبين بها؟ طبعا قائل هذه العبارة هو سيدنا عقبة بن نافع، وعندما قالها لجنوده من الجيش الإسلامي زادت حماسة المسلمين وهزت مشاعرهم وجردوا أسلحتهم وانطلقوا وراء القائد الكبير إلى مدينة أدنى عاصمة الزاد. تعالوا مع بعض نكمل أهم الأسئلة المتعلقة بأحداث هذا الفصل. السؤال رقم 8، رأى الروم والبربر غبار الجيش يسد الأفق، فما أثر ذلك في نفوسهم؟ أثر ذلك في نفوسهم: 1، تزعزعت ثقتهم في أنفسهم. 2، بدأت حماستهم تضعف شيئا فشيء. 3، أدرك الضباط أن الجنود أصابهم الفزع والرعب، فراحوا يبثون فيهم الحماسة ويشجعونهم على قتال المسلمين. السؤال اللي بعده، عندي جملة بتقول: تقدموا يا جنودنا يا رجالنا يا حماتنا، دافعوا عن أرضكم عن عرضكم عن أموالكم، لا تكونوا لقمة صائغة للمسلمين. السؤال اللي عندي، من قال هذه العبارة وما المناسبة؟ طبعا من قال هذه العبارة نساء الروم والبربر، والمناسبة عندما أدرك الضباط ما جرى للجنود من خوف ورعب بسبب جيش المسلمين، فتسلل فريق منهم ناحية النساء وأمروهن بتشجيع الجنود. تعالوا مع بعض نكمل أهم الأسئلة المتعلقة بأحداث هذا الفصل. السؤال رقم 10، وجند الله يرمونهم بالموت، ما الجمال في هذا التعبير؟ طبعا ده بيشبه الموت بالسهام التي يرميها المسلمون. السؤال اللي بعده، عندي عبارة فيه بتقول: التحم الجيشان في قتال دام مرير، وقد أظهر عقبة في هذه المعركة من البسالة والجراءة ما خلع قلوب أعدائه من الرعب. لو جبنا سؤال على هذه العبارة هنقول: أظهر عقبة والمجاهدون في معركة أدنى مهارتهم الحربية، وضح ذلك. طبعا أظهر عقبة والمجاهدون في هذه المعركة الشجاعة مما أفزع قلوب الأعداء، فكانوا يصولون ويجولون بخيولهم، طبعا هنا المقصود بالجيش الإسلامي، فيمزقون الأعداء
ويرسلون الضربة بعد الضربة، فتقسم الرؤوس حتى تقهقر الأعداء إلى مدينتهم، واستطاع في النهاية الجيش أن ينتصر على أهل أدنى. تعالوا مع بعض نكمل أهم الأسئلة المتعلقة بأحداث هذا الفصل. السؤال رقم 12، ما نتائج نصر المسلمين في معركة أدنى؟ أول حاجة، انتهت مقاومة البيزنطيين تماما. غنم عقبة وجيشه مغانم كثيرة من هذه المعركة، أصبح الطريق إلى طنجة ميسورا وسهلا. السؤال اللي بعده، ما الذي طلبه عقبة من الجيش الإسلامي؟ طلب منهم أن يأخذوا قسطا من الراحة قبل أن يستأنف السير إلى مدينة طنجة. السؤال اللي بعده، ماذا كانت تعني الراحة بالنسبة لسيدنا عقبة بن نافع؟ كانت هي الصلاة شكرا لله على نعمة النصر على أهل أدنى عاصمة الزاد. تعالوا مع بعض نتكلم على أشهر المدن الإفريقية اللي تحدثنا عنها في أحداث هذا الفصل. أول حاجة مدينة الزاب. مدينة الزاب هي أرض وجبال في الجزائر على حدود الصحراء الكبرى. طب ما هي مدينة أدنى؟ مدينة أدنى هي عاصمة الزاب. وادي صهر هو مكان عسكر فيه أهل أدنى لملاقاة الجيش الإسلامي. تعالوا مع بعض نشوف تدريب تاني لأحداث هذا الفصل. التدريب بيقول، تخير الصواب مما بين القوسين فيما يلي. السؤال رقم 1، غنم عقبة من هذه المعركة ذهبا كثيرا ولا جنودا كثيرة ولا مغانم كثيرة؟ طبعا غنم عقبة من هذه المعركة مغانم كثيرة. السؤال اللي بعده، أصبح الطريق إلى طنجة بعد المعركة شاقا ولا ميسورا ولا ملتويا؟ طبعا أصبح الطريق إلى طنجة ميسورا. السؤال اللي بعده، كانت الراحة بالنسبة لعقبة أداء الصلاة ولا التنقل بين البلاد ولا جمع الأموال؟ الراحة بالنسبة لسيدنا عقبة بن نافع هي أداء الصلاة. وبكده يكون انتهى درسنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.